فيعتبر تكريمهم هذا تكريم ذو دلالة ومغزى، بل يترجم عرفان الدولة وتقديرها لبناتها وأبنائها من أولئك الذين كان لهم إسهام وافر في النجاح الباهر الذي حقق من خلال المشاركات الوطنيه والدوليه. وين رانا نحضروا الالعاب البارالمبيه ما بقناش بزاف، رانا كيما اليوم رانا خرجنا ديجا من طربوس رانا في طربوس مغلق. الالعاب البارالمبيه 2024 ان شاء الله نرفعوا الرايه الوطنيه كالمعتاد، متحصله على عده القاب عالميه ورقم قياسي عالمي اولمبي مؤخرا في طوكيو 2021. 2023 تحصلت على ميداليه ذهبيه وتحطيم رقم قياسي عالمي جديد في رمي الجله. فريق اقل من 20 سنه تحصل على البطوله الوطنيه، ما خسر حتى ماتش، يعني داروا مجهود كبير. فريق اللي راهو يلعب في القسم ممتاز، فريق اللي عنده بطولات وعنده انجازات كبيره، منها يعني عنده جميع كؤوس الجمهوريه في جميع الاصناف، كذلك عنده بطولتين في القسم ممتاز، وكذلك متحصل على كاس الجمهوريه، وهذا السنه يعني متحصل على كاس الممتازه للمره الثانيه على التوالي. هو من الفرق الاربعه اللي متحصلين على هذه السيبر كوب. عندنا هذا العام بفضل المجهودات الجباره لجميع من ساهم من حي علي النمر، كأس الولاية وبطولة ما قبل الشرفي، وهذا بفضل الرجال وبفضل الجمهور، ثاني نشكره بزاف اللي وقف مع الفريق، يعني إنجاز كبير بالنسبة لنا.